عليكم مشاهدينا. هنا في نافذة القدس اليوم سوف نسأل السؤال، وهو ليس أنه لا يوجد هنالك صفقة، ولكن لماذا يتم التكرار حول وجود صفقة تبادل ولا شيء يحدث في نهاية المطاف؟ لماذا كل أسبوعين إلى 3 أسابيع منذ 2.5 شهر ولغاية الآن نسمع عن مبادرات هنا ومبادرات هناك، ونسمع بأن هنالك محاولات جدية لكي يكون هنالك صفقة، وفي نهاية المطاف شيئا لا يحدث؟ هذا بالنسبة لأهالي غزة هو مقلق، هو متعب، وهو يؤدي إلى زيادة حالة الإحباط. ولكن أيضا في الجانب الإسرائيلي أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة يسألون نفس الأسئلة، وما تزال الحرب مستمرة. شاهدينا أهلا بكم في نافذة القدس. شاهدينا في البداية سوف نرحب بضيوفنا هنا في نافذة القدس، الدكتور عزمي أبو سعود أستاذ الجريمة السياسية، مرحبا بك دكتور. وأيضا معنا من رام الله فراس طنينة المحلل في الشؤون الفلسطينية، أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عزمي، السؤال الذي يتبادر في هذه الحلقة لنقاشه: لماذا دائما نسمع عن صفقات ولكن لا نرى نتائج؟ لأن الوضع اليوم يختلف عن كل الصفقات السابقة بالنسبة لإسرائيل. كان هناك يسار ويمين، وكان في هناك اتفاق على أن الجنود بالأسر هم هدف أول للدولة، ولا نتركهم كما تركنا رون عرات. بهذا الواقع الذي نعيشه اليوم لا يوجد يسار إسرائيلي، وإنما يوجد وسط يمين ويمين متطرف ويمين. لذلك لا نسمع أصوات غانتس وزينكوت حتى الآن ما رأيهم بهذه الصفقة. لذلك هم يلتزمون الصمت، لأن كما أسلفت أنت أن هل هناك صفقة أم هل هناك غمامة، ولكن هل تمطر أو لا تمطر؟ هذا جانب واضح في قضية الصفقة. الجانب الآخر هو تاريخ الصفقات السابقة. نتنياهو هو الذي قام في صفقة شاليت، ونتنياهو هو الذي وقع على أن يكون هذا الجندي مقابل 1023 أسير فلسطيني، أكثرهم من المؤبدات وأصحاب القضايا الصعبة، وهو نتنياهو الذي أخرج سنوار. هذه الأمور كلها اليوم يضعها نتنياهو صوب عينه، ولكن بالوقت نفسه نتنياهو كان يعتمد على استطلاع الرأي، صحيح. وكانت استطلاعات الرأي دائما تدفعه إلى هذه الصفقة. اليوم استطلاعات رأي متناقضة، هناك يمين متطرف لا يود أن يكون هناك صفقة، يود الاستمرارية بالحرب، يود أن يقضي على غزة ويعيد الاستيطان بغزة. بالأمس كان لهم مؤتمر ورقصوا به وأكدوا على أن، وكان هناك أعضاء من الكنيسة من اليمين ومن الليكود، وليس فقط من اليمين المتطرف. هذا الأمر يدفع نتنياهو بأن يأخذ الجانب الحيطة والحذر، بأن سموتريتش وبن غفير له بالمرصاد وسيسقطون له الحكومة مباشرة في قضية إذا أتم الصفقة. الآخر في الجانب الثاني المظلم، ما هي الصفقة؟ ما جوانب الصفقة؟ ما عدد الذين سيخرجون؟ ما الشخصيات السياسية الموجودة يعني بهذه الصفقة؟ أيضا من الشغلات اللافتة الاتصالات المقطوعة، يعني نعم. تعلم بأن نعم. الاتصالات الآن مع قطاع غزة شبه مقطوعة، المقاومة الفلسطينية الموجودة في داخل القطاع عمليا هنالك صعوبة في التواصل مع قطر، مع المسؤولين من حركة حماس، وهذا كله يزيد أيضا من الضغط على الجانب الفلسطيني. هل ترى بأن الجانب الفلسطيني الآن ما زال أيضا بعيدا عن اتخاذ قرار جريء وهو بالقبول بالصفقة، لأنه حماس عمليا أيضا من جانبها رفضت هذه الصفقة؟ حماس سنوار تأكيدا يريد بأول شيء بالصفقة وقف النار، وقف الحرب، إنهاء هذه الحرب. هذا الجانب الأكبر في قضية الصفقة. إسرائيل رافض لهذا الموضوع، تمنحه 45 يوم إلى 60 يوم. هذا الأمر، هذا الاختلاف الأساسي ما بين الجناح العسكري سنوار والجهاد الإسلامي. لا، الجهاد الإسلامي رافض بالمطلق قضية الصفقة، لأنه يريد أكثر مما هو مطروح. نخال اليوم ظهر على شاشة العمل السياسي ورفض بشكل قطعي، وله مندوب بمصر، بأن يكون هذه الصفقة أن تتم بهذا الشكل.
لا نعلم كم من الأسرى الإسرائيليين لدى الجهاد الإسلامي، فلذلك لا نعلم أيضا ما هو عدد 136 أسير، منهم أموات وأحياء. هناك ضبابية في قضية الصفقة من قبل الطرفين. أيضا هنية لا يوجد له كما أسلفت اتصال، سنوار هو صاحب القرار. ضبابية الوضع الفلسطيني أيضا دافعة بأن تكون الصفقة أيضا مظلمة وضبابية. مطلب واضح من الفلسطينيين أن يكون هناك ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو الإنساني، إدخال قدر الإمكانية من المساعدات، فتح هدنة طويلة المدى أو إنهاء هذه الحرب، وبالمقابل سنمنحكم كما منحناكم سابقا الشيوخ والمرضى وكل الأمور الإنسانية. أما الجانب الثاني من الصفقة فهم عسكر، فهم ينظرون لأن العسكر بالمقابل كل عسكري جلعاد شليت مقابله 1023 فلسطيني أسير في المعتقلات أصحاب المحكومات العالية. هذا الأمر الذي موقف أو مجمد هذه الصفقة. الطرف الثالث هو قضية الجثامين، هاي قضية مفروغ منها ومن الممكن أن يتمموها. القضية المظلمة التي لا تعطي أو تمنح الصفقة بالاستمرارية هي قضية إخراج الأسرى أصحاب المحكومية العالية والشخصيات الفلسطينية السياسية بداخل السجن على رأسهم مروان البرغوثي. هذا الأمر يخفيه نتنياهو بشكل قطعي على اليمين المتطرف واليمين وحتى أعضاء الكنيسة الليكود، ولا يظهر لهم ما مدى قضية الصفقة. الجانب الآخر من الصفقة هي أمريكا، وجود رئيس CIA على رأس كل هذا العمل لم يأتي عبثا. أمريكا نعم. مصرة عن أن نعم. تكون هناك صفقة، ومصرة على أن تكون بهذا الأسبوع تحديدا. نعم. فراس طنيني في رام الله، السؤال موجه لك الآن. هنالك طبعا عقبات واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي ينكر ويقول هذا غير موجود ولا نريد الصفقة، ولكن أيضا حماس في المقابل رفضت الصفقة. السؤال متى يمكن أن يكون الجانب الفلسطيني وتحديدا قيادة المقاومة الفلسطينية جاهزة للقبول بالصفقة والشكل الذي تريده والتوقيت الذي تسعى له؟ باعتقادي أن المقاومة الفلسطينية حددت شروطها منذ البداية حين أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي على وجه التحديد أنه لن تكون هناك أي صفقات إلا بوقف تام للحرب المعلنة على قطاع غزة والانسحاب التام. كل الضغط الذي يجري حاليا سواء من حكومة الاحتلال أو من الإدارة الأمريكية عبر الوسيطين المصري والقطري تهدف إلى محاولة انتزاع تنازلات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ولكن يوم أمس حين أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هني أنه مستعد لقبول الصفقة والاطلاع على المقترح الجديد والتوجه نحو القاهرة، مباشرة صعد نتنياهو من خطابه في أعقاب تهديد بن غفير وسموتريتش بحل الحكومة في حال الموافقة على هذا الأمر. لكن طوق النجاة الآن مع لبيد الذي أعلن قبل قليل أنه مستعد إلى الدخول في الحكومة من أجل استعادة الأسرى. بالتالي هذا الأمر قد يخفف على بلينكين الذي يزور المنطقة يوم السبت المقبل. الولايات المتحدة تريد هذه الصفقة بشدة، في حين أن نتنياهو يسعى إلى تأجيلها وإلى أكبر قدر ممكن. يحاول نتنياهو أن يلعب على جميع الحبال كما يقال، من خلال أنه يتحدث قبل قليل كان يتحدث مع أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وأكد أنه المفاوضات لإخراج أبنائهم مستمرة وأنه كلما كانت سرية كانت أفضل. لكن هذا الأمر ينفيه تماما حين يتحدث مع حكومته اليمينية. بالتالي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي باعتقادي أن موقفهما أقوى من موقف الجانب الاحتلال لأنهما يمتلكا أوراق أقوى. اليوم يعتمد الجميع على زيارة بلينكين وإمكانية تحقيق خروقات أو تنازلات في صفوف حكومة الاحتلال. حماس والجهاد الإسلامي رفضوا الصفقة، السؤال هو متى يمكن أن يوافقوا على الصفقة؟ ما الذي يريد الجهاد الإسلامي وحركة حماس للموافقة على الصفقة؟
نعم الجانب الإسرائيلي معطل، الجانب الأمريكي منحاز، الجانب العربي يحاول أن يكون هناك وقف إطلاق النار، ولكن كيف يمكن أن تصل المقاومة الفلسطينية إلى نقطة أن توافق على الصفقة؟ يعني هذا هو المهم، المهم الآن ليس الذي يرفض ولكن من الذي سوف يوافق وما هي آلية الموافقة. يعني باعتقادي أن الموقف بات الآن في يد الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تضغط على الوسيطين المصري والقطري بشكل كبير من أجل القبول بالصفقة التي صيغت كما هي. زيارة قيادات حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة وأيضا زيارة أردوغان إلى القاهرة اليوم، هذا يعني أن هناك ضغوطات تمارس على حركة حماس من أجل والجهاد الإسلامي من أجل الموافقة على الصفقة. لكن كل الشعب الفلسطيني، كل الفصائل الفلسطينية تدرك أن نقطة القوة الأساسية التي تمتلكها المقاومة الآن هي الأسرى. في حال قامت هذه الفصائل بتسليم الأسرى وانتهاء هذا الملف، فإن نتنياهو وحكومته سيواصلان دك قطاع غزة ويواصلان تنفيذ المجازر دون أن يحرك أحد ساكنا، مثل ما يجري حاليا 17 يوما بعد 100، وجيش الاحتلال ينفذ مجزرة متكاملة الأطراف في الأركان في قطاع غزة دون أن يتحرك أحد لمحاولة وقف هذه المجزرة. بالتالي الولايات المتحدة، الدول العربية والإسلامية تحديدا مصر وقطر وتركيا تضغط على المقاومة، في حين تدرك المقاومة تماما أنها لن تستطيع أن تسلم الأسرى دون أولا الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتعهد بالإعمار ووقف الحرب والانسحاب الكامل في قطاع غزة. غير ذلك لن تستطيع حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن تنظر في عيون الشارع الغزي بعد كل هذه التضحيات الكبيرة، يعني قاربنا من 27,000 شهيد. بالتالي لا يمكن أن تتنازل هاتين الحركتين عن المطالب التي أعلنتها. هنا مهم أن نفهم بأن أيضا الجانب الإسرائيلي يريد استخدام مبدأ إبر البنش، بمعنى هو يريد من جانب أن يقلل من الضغوط من قبل العائلات الأسرى بالقول بأنه يمضي قدما باتجاه أن يكون هنالك صفقة، وأيضا يطمئن المجتمع الدولي بأن المذابح سوف تتوقف قريبا ولكننا نحن الآن في قضم الصفقة. ولكن على الأرض الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا، ما زال يذبح الفلسطينيين، ما زال يدك البنية التحتية والمباني والمدارس والمنشآت الصحية والتعليمية وكل شيء في قطاع غزة، وهذا هو المنهج الإسرائيلي الذي نراه منذ أكثر من شهرين بشكل واضح بعد أن انتهت الصفقة الأولى، والآن الصفقة الثانية ما تزال تراوح مكانها. لنشاهد هذا التقرير مشاهدينا. رغم الإجماع الإسرائيلي بضرورة تحرير جميع المحتجزين لدى المقاومة في غزة، فإن تقديرات المحللين تبينت بشأن آليات ذلك وسير وتطورات الحرب. فهل ترفض إسرائيل عروض هدنة للحرب أم أنها ترفض الجماعة الفلسطينية المسلحة والحركة السياسية باعتبارها غير شرعية والتي وصفتها بأنها منظمة إرهابية كما شبهتها بداعش والنازيين، وشنت في المقابل حملة عسكرية وحشية وإبادة جماعية على القطاع؟ في الماضي تحديدا عام 2017 عدلت حماس ميثاقها الأصلي لعام 1988 للاعتراف بحل الدولتين، وبالتالي وجود إسرائيل ككيان شرعي في الوقت الذي تستبعد فيه إسرائيل وسياسيوها بقيادة نتنياهو حل الدولتين كحل نهائي، تماما كما رفض نتنياهو اقتراح حماس لنهاية الحرب والإفراج عن أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين. وحاليا يقول الواقع على الأرض إنه بمجرد وقف إطلاق النار فإن الكثير من الأسئلة ستطرح داخل الخطاب الإسرائيلي، وستعود كلمة خلط الأوراق التي ترعب المستوى السياسي والجيش، خاصة مع التداعيات التي ستنعكس على الأهداف الإسرائيلية المعلنة من الحرب. وعلى نفس الضفة من الاتجاه يراقب سكان القطاع الذين تقطعت بهم السبل أي أخبار متداولة قد تفضي أو تؤدي
إلى تهدئة تنهي الحرب الدامية التي تقترب من شهرها الخامس. عذر المشاهدين، ولكن هي في نهاية المطاف هي صفقة، يعني هي عبارة عن تجارة، أرواح مقابل أرواح، نفوس مقابل نفوس، هذه هي الصفقات وهكذا تدار الأمور، وهذا يجب أن نكون في واقعيين. الآن دكتور عزمي، ما هو السعر المدني وما هو السعر العسكري في إسرائيل، وكيف ذلك هو عمليا يتابع الآن ليس من الإعلام الإسرائيلي المدجج، ولكن من المواطنين الإسرائيليين، بأنه الآن هنالك فارق بين المدنيين الإسرائيليين وسعرهم مقابل أسرى فلسطينيين والجنود، واضح لنا. يعني إذا رجعنا للتاريخ بعلم الجريمة السياسي في الأسر الإسرائيلي، رابين هو اللي حط القاعدة الأساسية بأنه إذا لم نستطيع أن نخرج أسير إسرائيلي بسلم بناحية عسكرية، علينا أن نخرجه بسلم عن طريق مفاوضات وصفقة. المبدأ العسكري كان رابين القاعدة الأساسية. نتنياهو هو ليس بعسكري ولا يفقه في فنون الحرب ولا علم الجريمة السياسي، لذلك هو ثعلب سياسي، وثعلب سياسي هو يخرج من مكان إلى مكان ولا يضمن المكان الأول. ماذا يريد نتنياهو؟ يريد نتنياهو تماما أن يبتعد عن جلعاد شليت، لأنه هو صاحب صفقة جلعاد شليت، صاحب الواحد مقابل الواحد مقابل الألف. 1023 23 أهم من الألف. الفكرة الأساسية في هذا الاتجاه أنه هو أوجد الصيغة التي كانت صفقة الأولى اللي هي الإنسانية أكثر. أهل الأسرى الإسرائيليين ضاغطين على نتنياهو، منهم أطفال ومنهم عجز وأكثر عمراً، خرجوا واحد مقابل ثلاثة. الآن هو جزء الصفقة إلى ثلاث أجزاء كما أسلفت. الجزء الأول هو الأهم لنتنياهو، لأن الأهل الأسرى الإسرائيليين يومياً ضاغطين على استطلاع الرأي، ضاغط عليه كل القاعدة الأساسية، ضاغط على حتى الأمريكان ضاغطين عليه في هذا الاتجاه. هو يعرض صفقة مقابل واحد مقابل ثلاثة بإخراج كبار السن والأمهات وما تبقى من أسر المدنيين بالمقابل مقابل ثلاثة. طب والثلاثة الفلسطينيين يعني من الأحكام العالية ولا الأحكام المتوسطة؟ ولا من أي جانب من الذين تم أسرهم مؤخرا. يعني صفقة جيدة جدا بالنسبة له للإسرائيليين. بالمقابل سأمنحك 45 يوم هدوء، هدنة، دخول إنساني، وبهيك هو كمان بيكسب قضية لهاي، لأنه هو مضطر بعد 30 يوم يقدم للهاي أنه صار إنساني وأنه لم يفعل أي عمل عسكري مغاير لاتفاقية لهاي وما أسلف عليه من قيود. الصفقة الحقيقية التي سنوار يدركها تماما ونتنياهو أيضا يدركها تماما هي المرحلة الثانية، عندما يغلق الباب نتنياهو على هذا الموضوع ويقول أن ما تبقى لي عند سنوار هم جنود من نساء من شباب ونساء، فهم بنفس المقام الذين وجود العسكر الإسرائيليين بغزة وبنفس المقام لكل عسكري قتل، فهم ليس أفضل منه. فلذلك هذه الدرجة الأساسية لن تخرجني كإنسان أقود حرب بأن أعطي واحد مقابل 1023. هذا مهم، يعني مشاهدينا يعني نوضح النقطة اللي بيقولها الدكتور، إنه عمليا أنت الصفقة الأولى بتقول سوف تكون باهتة من وجهة النظر الفلسطينية. نعم صحيح. الصفقة الثانية الجزء الثاني أخطر وهي الخطيرة جدا. أنت بظن إنه مش هتصير؟ لن تكون. هو عندما يأخذ الصفقة الأولى هو أبعد هذا العبء الكبير من قبل كبار العائلات. السن والمرضى والعائلات، هؤلاء الصورة الأساسية للضغط. بعد ذلك هم جنود، فيقول للشعب الإسرائيلي هم جنود زي الجند اللي قتل في خان يونس، نفس هو الشيء. الجند اللي أسر نعم. في 7 أكتوبر فلماذا هو قتل؟ نفس الشيء. نعم نفس الشيء. فلذلك أنا أدخل حرب، أنا لدي أسرى حرب، إذن أنا راح أذهب للتبادل كما تبادلت جولدا مائير ب 1973 مع مصر. فراس، هل تتفق مع الدكتور عزمي بأنه يعني لا يرى بأنه سوف يكون هنالك مرحلة ثانية، هي مرحلة واحدة فقط ومرة واحدة وبعد ذلك تنتهي الأمور، هل تتفق معه؟ طبعا من وجهة النظر الفلسطينية أسألك. يعني إلى حد ما نعم،
إلى حد ما نعم، يعني يجب ألا ننسى أن يحيى السنوار نفسه هو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار في العام 2011، فبالتالي هو يدرك أهمية هذه الصفقات. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو يعني يكرر تقريبا نفس العبارات والتصريحات التي كان يقولها أيضا في العام 2011، ثم رضخ ووافق على الإفراج عن 1032 فلسطينيا في أعقاب حرب على قطاع غزة. بالتالي ما يجري أن المقاومة الفلسطينية وفي ظل وجود يحيى السنوار المحرر في صفقة التبادل تريد أن تنهي ملف الاعتقال الفلسطيني بشكل كامل، ولديها من الأوراق الكثير الكثير. الفاتورة أصلا دفعت حين نتحدث عن 27 ألف فلسطيني قد استشهدوا، بالتالي لن يقبل الشارع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أن تكون الصفقة أقل من ذلك. هذا أولا. ثانيا، الاشتراطات الأخرى التي قدمتها حركة حماس واضحة وواضحة جدا، الانسحاب الكامل ووقف الحرب وإدخال المساعدات والمعونات وإعادة الإعمار. هذه الشروط باعتقادي سيجبر نتنياهو على القبول بها، لأنه مضطر إلى أن يقبل بها في ظل توسع. نعم، هذا يعني بأنه لن يكون هنالك نهاية للحرب، يعني إذا لم يتم القبول بصفقة ثانية أو المرحلة الثانية وبقيت الأمور مفتوحة، هذا يعني بأنه سوف يبقى هنالك جنود أسرى في غزة، وسوف يبقى هنالك أسرى في السجون الإسرائيلية، والدبابات الإسرائيلية سوف تبقى في قطاع غزة إلى أبد الأبدين. خمسة سنوات قلعت شريط. خمسة سنوات قلعت شريط. لن تستطيع إسرائيل أن تكون تمكث خمسة سنوات في غزة. هذا الجانب الذي لا يراه المحللون. الإسرائيليين، الحكومة الإسرائيلية تريد حل الآن يعني بالأمس قبل اليوم. هذا الجانب الأخطر في هذا الموضوع. هل سيستطيع سنوار أن يتحكم بغزة للفترة القادمة؟ هل مصر ستعطيه هذا الشيء؟ نسمع فراس تعليقك في إيجاز، لم يتبقى وقت. بشكل مختصر، السنوار يدرك كل هذه المخاوف باعتقادي الشخصية، ولن تستطيع حكومة الاحتلال وجيشها البقاء أكثر في قطاع غزة في ظل هذا يعني في ظل صمود المقاومة الفلسطينية وإيقاع القتلى في صفوف جنود الاحتلال. هذا أولا. ثانيا، لأن الصوت في المجتمع الإسرائيلي بدأ يعلو كثيرا للمطالبة بإجراء هذه الصفقة والإفراج عن الأسرى في الموجودين في قطاع غزة. أيضا عرض لبيد بالدخول في الحكومة وتخلص نتنياهو من المستوطنين في حكومته، هذا الأمر قد يسرع الأمر، إضافة إلى الضغط الأمريكي. الآن هذه ورقة مهمة لدى الإدارة الأمريكية تحاول أن تحقق إنجازا في ونحن في عام الانتخابات. شكرا لك فراس طنيني، المحلل السياسي للشؤون الفلسطينية من رام الله، وأصر أيضا هنا في القدس. نشكرك دكتور عزمي أبو السعود، أستاذ علم الجريمة. مشاهدينا، نتوقف الآن مع فقرة الصور التي اخترناها لكم اليوم. متى تضع الحرب أوزارها؟ هذا هو السؤال، ولكن لا أحد يملك الإجابة. لا الجانب الإسرائيلي يملك إجابة واضحة، ولا الجانب الفلسطيني يملك إجابة واضحة، ولا حتى الولايات المتحدة، ولا كل العالم يملك الجواب الواضح لكي يتم أن يعني يعطى هذا الجواب إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون من ويلات الحرب. هذا السؤال الذي حاولنا مرارا وتكرارا أن نجد له إجابة،
ولكن من الواقعية أن نقول أننا لا نعرف ما هي الإجابة، ولا نعرف متى سوف تتوقف الحرب، ولا نعرف إذا ما سوف يكون هنالك صفقات أم لا. هنالك المتفائلون الذين يقولون أن الأمور اقتربت جدا، وهنالك المتشائمون الذين يقولون بأن نتنياهو ما زال يستخدم إبر البنج وهو بعيد، والسنوار أيضا يريد استمرار هذه الحرب ووضع الشرط وهو إيقاف الحرب تماما وليس القبول بالوقف التدريجي. وبين هذا وذاك تبقى الأمور على حالها، ويبقى أهالي قطاع غزة يعانون. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وبالعودة الآن إلى استوديوهاتنا في القاهرة.